أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها
تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والذين آتيناهم يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله. قل إنما أمرت أن أعبد الله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك أنزلناه عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله.
لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض والله يا
وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. بالحق الفلاح وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا هكذا خط الامام الاسلام كنا نستمع القران الكريم من حديث الاستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القاري والمقيم بمركز مدينة دمنهور على مقدرات الصوت فراش الحديث الخضرة والمعرض الفني كتركبت مع تحت درر المتوكل على الله الحاج جمال خضر واولاده المحل الرئيسي بتنوف التوريد حضر السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.